أخونا أبو كريم وكل الأخوة والأفاض. طيب خلينا أخذ من فلسطين عمار. تفضل عمار. السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله وبركاته. معك عمار علي من فلسطين. حياك الله أستاذ عمار، تفضل. أنا أريد أن أسألك ما سبب بيعة الرضوان المذكورة في القرآن؟ جاوب على الموضوع. إيش داخل هذا بموضوعنا؟ بس المهم بايعوه. هي يعني هي السبب الذي جعلت الصحابي يطالبون بالثأر من قطيعة الرحمن، يعني عندما نزلت الآية في مدح. جاوب على الموضوع بابا، جاوب على الموضوع رحمة للنبي، جاوب على الموضوع، جاوب على الموضوع، احنا ما خاطين خرابيط، جاوب على الموضوع يلا. شنو يطالبون؟ شنو يطالبون؟ لب الموضوع، لب جاوب على الموضوع. لا مو لب، جاوب على اللي قرأناه من علماء أهل السنة، جاوب على الموضوع، خلاص تفضل. هل هؤلاء قتل هل هؤلاء اللي الآن في أمير محترم معين من خليفة شرعي، ليش أنتم تحاربوه، أنتم تقاتلوه، أنتم تنتفون لحيته، وأنتم تفعلون وتسرقون المال؟ الشيخ أحمد الإمامي لا يريد أن نتكلم في بيعة الرضوان. جاوب على الموضوع. أمك جابت أمك قائدة وذهبت لكي تقتل الناس، وذاك الرجل قال تقتلوه وسرق وباقوا فلوس الدولة. جاوب على الموضوع. وموضوعنا معاوية اللي شتم أمير المؤمنين، لا تروح يمنى ويسرى، هذا موضوع. قل هذه النصوص ضعيفة صحيحة هكذا تأويلها، تروح يمنى يسرى ما ينفعك، جاوب على الموضوع يلا. بيعة الرضوان هي السبب الأساسي. هذا النشيد الوطني مال دولة إسرائيل اللي انت تحبها، ما لي علاقة بهالكلام، جاوب على الموضوع يلا تفضل. هو بيعة الرضوان تحرج الشيعة، لا يستطيع أن بابا جاوب على الموضوع. بس شو مصيبة؟ جاوب. عندك جواب لو ما عندك؟ عندك جواب لو ما عندك؟ نعم نحن سأتكلم في الموضوع، اصبر قليلا. نحن الفرق بيننا وبينكم أنه نحن نملك أدلة، أنتم للأسف يعني الكثير من الشيعة لا يملك الدليل. يعني لك هاي كتبك الآن صار حج، طلع كتب كتابي أنا، طلعت 5، السيد طلع 4، ها شنو هذه أدلة؟ لو كتبكم شنو نسوي بها حب؟ يعني ترى الناس تضحك عليك، اسمع 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 اسمع، ترى الناس تضحك عليك، ترى لا تتوقع عنك واحد يحترمك أنت بالذات، يعني ولا كلامكم محترم، أنتم ده تتسببون بتشيع الناس. الآن أنت اللي تقول أنه ما في أدلة والناس أمامها مطلع الكتب، مو مثلك انت صاير للاسرائيليين مترجم، انت تتكلم بالموضوع اهلا وسهلا. شنو دخل ابو باقر، شنو دخل بيعه الرضوان الان بموضوع معاويه بن ابي سفيان وموضوع اللي حاربوا امير المؤمنين؟ تفضل شنو دخل؟ لان بيعه الرضوان هي الدافع الاساسي الذي جعل الصحابه يطالبون بالاخذ بثار عثمان. شنو عثمان كان بالبيعه مع الرضوان؟ يا فهيم عثمان كان بيعة الرضوان أصلا موجود؟ وين عثمان هو؟ اصبر يعني عثمان ما بايع بابا، كل كتب أعطينا مجال. عثمان ما بايع بالرضوان، كون أبقى بالموضوع، أعطينا مجال. شنو الدخل؟ شنو الربط؟ يعني الربط أخونا عمار، الربط شنو؟ ما هو المشكلة الشيخ أحمد الإمامي يقاطع ما لا يعطينا مجال، لأن الموضوع ما يريدك تبقى بالموضوع يا أخي، أبقى بالموضوع. يعني صار لنا ساعة ودقيقة يمدى نتكلم في موضوع محدد، تجينا حضرتك تلفلف الموضوع وتحكينا على بيع الرضوان وبعدين التقية وبعدين البداء وبعدين المتعة وما نخلص. إحنا نتكلم في الموضوع. بيعة الرضوان هي السبب الأساسي من الأسباب الأساسية. عثمان ما موجود. يلا عثمان ما موجود. يلا توكل. عثمان ما موجود. شنو السبب؟ شنو السبب؟ شنو دخل الرضوان؟ لماذا؟ لأنه عندما أشيع أن قريش قتلت عثمان، فالصحابي بايع الرسول على الثأر لقتل عثمان. أعطينا مجال، أعطينا. الشيخ أحمد الإمام يقاطعنا كثيرا. بالتالي الله مدح من أراد الانتقام من قتلة عثمان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. تخيل الله، الذين أرادوا الانتقام من قتلة عثمان الله يمدحهم. وهذا مجمع عليه في كل كتب الشيعة وفي كل كتب السنة. شنو الربط الآن؟ من أراد الانتقام من قتلة عثمان عندما أشيع أن قريش. لا حجي أبو باقر، أبو باقر أقف. الله مدح
الذين يدافعون عن عثمان. علي بن أبي طالب عليه السلام دافع عن عثمان؟ كل من بايع تحت الشجرة وبايع علي بن أبي طالب هرب، هرب من الموضوع. حجي بس اسمع، بس افهم شي يريد، افهم شي يريد. هذولا مو بايع الله على السمع والطاعة. تحجي اسمع، عرفت شي يريد؟ يقول لك ذولا بايعوا النبي على أخذ الثأر على مود عثمان. ده تسمعون هذا شده يخرط هذا المسكين؟ لا هو لا لا هذا كتب الشيعة والسنة كانت هذا الكلام. هذا عقيدته كتب الشيعة. هم ما أبو باقر ما يبايعون أمامي، أمام الكتاب. إيه هم لا 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 حقك. أنا أقول حق أبو باقر وأنت الغلطان أبو باقر. هم ما يبايعون لا الله ولا الرسول. إيش فيك أنت؟ هم عندهم يبايعون عائشة، عثمان، السدي، مجاهد. وين عندهم الله؟ وين عندهم الرسول؟ ها أمامك الآن يقول بايعوا على عثمان وتركوا الله. هم ما عندهم الله في ميزانهم. ما في ما لا لم نقل هذا. خليني ارجع للموضوع، خليني ارجع للموضوع. اسمع اسمع، الصحابه لا. بايعوا يدافعون عن عثمان. علي بن ابي طالب عليه السلام اذا كانوا يدافعون عن عثمان وشيء جيد ولوز، ليش علي بن ابي طالب يقف ضدهم ما دام هم يريدوا يسوون شيء حلو؟ لأن علي لم يكن يملك سلطة، وهو يعترف، وهو يعترف في كتب الشيعة أنه لا يملك سلطة. أدري أنا ما أملك نعم. ماشي، علي بن أبي طالب لا يملك سلطة، وإخواني صارت السلطة عند عائشة وطلحة والزبير ومعاوية. شوف شوف من هوان الدنيا. مو مشكلة، خلا أكمل وطي. والله سمعك أسمعك، خلا أكمل، خلا أكمل. الآن الآن علي بن أبي طالب بزعمك لا يملك السلطة. اللي يملك نعم. السلطة من؟ عائشة وطلحة والزبير، صح؟ لا لم أقول هذا. لا مين يملك السلطة؟ علي ما يملك السلطة وعائشة ما تملك السلطة. مين أنت تملك السلطة؟ مين يملك السلطة؟ كان السلطة موزعة بين قتلة عثمان من جهة والجهة الأخرى فيها طلحة والزبير. لا أصبع يعني الوزارات موزعة، وزارة النفط عند قتلة عثمان، وزارة المالية عند لا وزارة المالية أخذوها جماعة عاش، وزارة المالية عند هذا، فالسلطة موزعة ولا علي بن أبي طالب يعني إلى وزارة ولا علي يعترف، علي يعترف بلسانه أنه لا يملك سلطة. علي قال في نفس في كتب الشيعة قال أنا لا أملك سلطة ولا أملك سيطرة، لذلك خرج الزبير وطلحة. عمار عمار من قتلة عثمان. عمار عمار ثانيا عمار عمار بس بدي اسالك سؤال صغير. عمار اعطيني رمضان انت صايم؟ عمار عمار انت صايم؟ والله ما ادري الاخي يقول يكتب يقول هذا ايش جاي يحكي. والله ما ادري. لا 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 بس لحظه اوقف حجي، صايم انت عمار؟ الحقيقه الحقيقه تؤلم، الحقيقه تؤلم. هسه بس جاوبني انت صايم؟ ما يجاوب يقول لك عمار انت صايم؟ لانه الحقيقه مؤلمه، الحقيقه مؤلمه. ادرس انت صايم الان؟ هو انت صايم؟ يوجد فطور يعني أنت صايم في النهار؟ نعم. لحيتك طولتها لو بعدك أنت على ميزان أهل السنة فاسد. هي أبو باقر، أبو باقر خل انتبه إلى النقطة الآن. لحيتها مو مهمة، المهمة وين؟ إنه يريد أن يسحب. لا هو هو غايته شنو أبو باقر؟ يريد أن يسحب الشرعية. طبعا مو بس هو، هم علماء يقولون هذا الكلام. يريد أن يسحب الشرعية من علي بن ابي طالب لان عندهم الشرعيه. كل الادله، كل الادله تقول هذا، كل الادله. حتى علي نفسه يعترف انه لا يملك سلطه. علي نفسه قال انا لا املك سلطه نهائيا. زين اذا ما يملك سلطه شلون انتصر على عائشه وطلحه والزبير؟ علي لم ينتصر على طلحه والزبير، الذي انتصر هو قتلت عثمان، هم انتصروا على طلحه والزبير اللي هم كانوا جيش علي بن ابي طالب يعني. نعم الذين كانوا في جيش علي بن أبي طالب. يعني نعم. علي بن أبي طالب كان قائد للقتلة؟ علي كان حاكم شكلي، لم يكن يملك سلطة على أرض الواقع. أربعة من قتلة عثمان كانوا في جيش علي بن أبي طالب. عمار يا عمار أريد تنازلك تنزيلات. ثلاثة من قتلة عثمان كانوا في جيش علي بن أبي طالب، أعطينا ثلاثة يلا بالدليل. عندي عدد كبير من قتلة. لا لا بالأسماء، بالأسماء وبالمصادر، بالدليل الصحيح، بالدليل الصحيح ثلاثة بالأسماء وبالمصادر. سمعتم يا أخواني؟ سمعتم يا أخواني؟ يعني علي بن أبي طالب عند هؤلاء هو قائد الخوارج القتلة
اللي قتلوا عثمان بن عفان والذي يقودهم ويرشدهم إلى عائشة وطلحة والزبير، هؤلاء القتلة هو علي بن أبي طالب عليه السلام عندهم. زين حجينا سؤال بريء وشفاف، مروان لماذا قتل طلحة وهو كان في جيش عائشة؟ اثنينهم جيش عائشة، مروان الحكم جدك، لماذا قتل طلحة؟ يقدر يجاوب هسه هذا الأمرد على السيد؟ يلا يا أمرد تفضل. لا 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 أصبر، خلا أريد، أنا أريد فلسطيني خوية من فلسطين هو يجيب عنه. أريد أشوف هذا يمثل فكر السنة إخواني شرفاء اللي محبين لعلي بن أبي طالب. فضل أخونا من فلسطين، من فلسطين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، سعد الله مساءكم حاج وعد الشيخ سيد ميسم وأحمد الإمام. السلام ورحمة الله وبركاته. وانا بعذرك عن الكلام اللي بحكيه اخونا عمار، انا مش عارف منين بجيب هالحكي، يعني امام الحقيقه يجب ان نعترف بالحقيقه. حقيقه مين يا زلمه؟ يا زلمه اسكت والله العظيم انك ملغصتني. كل الكتب تقول كتب حقيقه كتب. مين يا زلمه؟ تقول نفس كلامي تقريبا. انت بتقرا كتب السنه والشيعه؟ كتب السنه والشيعه عمار، عمار انت خالف تعرف، انت خالف تعرف، انت جاي ماخذ لي بيع بالعرض. انا لا خالف تعرف خالف الله يا رجل. طيب عندك الالباني قال لك انه عائشه غلط، عندك اللهم صل على سيدنا محمد معظم شيوخ السنه قالوا لك انه ايش عائشه على غلط، خرجت على امام زمانها. انت من وين بتجيب هالحكي؟ بتجي لي لأكم من شيخ ناصبي اللي موافقين انه اجتهدت؟ شو هو اللي غير صحيح يا زلم؟ شو اللي غير صحيح؟ سيدنا علي يا زلم الامام اللي حطه كل الكتب تقول انها خرجت للاصلاح، كل الامام. وانت مبسوط من الكلام اللي بتحكيه سيدنا علي قائد الخوارج؟ شو بتحكي عمار بن ياسر؟ هو نفسه علي قال هذا الكلام، ما علقت انا يا رجل. اسمع، 100 واحد من اهل بدر بكون مع سيدنا علي، اعطيني واحد من اهل بدر بكون مع عائشة ومع طلحة والزبير. 100 واحد بك، اعطيني 10 من مع عائشة. 100 واحد بدري غير عمار بن ياسر اللي هو تقتل الفال الباغي بكون مع سيدنا علي. يا زلمة الحكي غير صحيح، مضبوط مضبوط. ليش العناد؟ ليش هو خالف تعرف؟ مين قال لك؟ لا والله صحيح. وانا بجيب لك اسمائهم سواء شو اسمه، الله يفك اسره، حسن فرحان المالكي عدوا معصاهم 100 اكثر من 100 بدري 108 كانوا موجودين في جيش سيدنا علي بن ابي طالب من اهل بدر. غير صحيح هذا الكلام. 300 واحد كان مع سيدنا علي. هذا الكلام صحيح، العلماء قالوا، سأظهره أنا على الشاشة بعد أن يكمل إن شاء الله. بدك تتحدى بجيبك اسمائهم 108 واحد. المالكي هذا حسن المالكي هذا يقول أن الملحد يدخل الجنة، هل تصدق هذا إنسان مثل هذا؟ لا كذب، أنا شاهدته كذب. تكذب عليه، تكذب يعني عليه. يعني انت 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 بدك حديث بني اميه وحديث شمس. اذا كان يفعل الخير في الحياه انا سمعته. انت بدك حديث، انت بدك يا زلمه اسمع خليني احكي. بدك حديث بني اميه ومرته ان نقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، هذا حديث حكاه رسول سيدنا محمد. ربنا بيقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وبيجيبوا لك حديث بني أمية بيقولوا لك أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذا حديث حكاه سيدنا محمد. المشكلة أنك بتميزش بين حديث بني أمية وبين حديث سيدنا محمد. طب لما بقول لك هذا دليل أن بني أمية قالوا هذا الكلام، هذا دليل أن بني أمية قال. نعم. لا تتكلم من عندك. اسمع يا رجل، لما بقول لك أخر اتهام خطير، اتهام خطير جدا، تحاسب عليه يوم القيامة إذا كان غير بدون دليل. تحاسب عليه هذا الكلام كخطير، هذا اتهام ظالم. الله يحشرك مع معاوية ومع سمرة، الله يحشرك مع معاوية ومع سمرة بن جندب مع كل المؤمنين إن شاء الله تنحشر معاهم. كيف أنا وياك؟ الاتهام خطير،
المهم اسمعني يا حبيبي ان شاء الله تسمع. عمار اعطي مجال، عمار عمار اعطي مجال، تفضل كمل اخونا. 70,000 70,000 بني ادم انقتلوا في الفتنه هاي. سيدنا علي كان مع الحق، سيدنا علي الامام اللي حطه ربنا اني جاعل في الارض خليفه، سيدنا علي الخليفه اللي جعله ربنا في الارض. انا الناس اللي حوالين سيدنا علي ما قبلوش في الخليفه اللي بده يا ربنا، وربنا في القران نفسه فرجانا انه طالوت ما قبلوش في طالوت. كيف الامام اللي بحطه الخليفه اللي بحطه ما بيقبلوا فيه البشر؟ وضح لنا في القران من بني اسرائيل، وفي عندك سوره البقره توضح لك القصه تفصيلها. المهم اللي كان مع عائشه كانوا يا عمي، طلعت عائشه على غلط وقال هذا الحكي الالباني، وقال اليوم لسه انا بسمع للشيخ عدنان بريم يقول لك يا عمي امنا، بيقول لك إيه ستنا عائشه امنا، لكنها اخطات. بتقدرش انت تواجه الناس في الفكر الدموي تقول لهم لا يا عمي كانوا عصح، هذا قتل هذا وهذا قتل هذا وكانوا عصح. شو الفكر اللي كيف بدك تقنع اولادك بكره انت تقول لهم هذا في الجنه وهذا في الجنه قتلوا بعض؟ بالله عليك في منطق؟ الا اذا كانوا يعني صم بكم من عمي، يعني ما بيشوفوش ولا بيسمعوا. بده يسالك ابنك شو هذا، هذا الصحابي هذا قتل الصحابي هذا، كيف الصحابي كيف هذا يقتل هذا وهذا في الجنه؟ في واحد في الجنه في واحد في النار، في واحد صح وفي واحد غلط. اما تيجي تقول لي انت كلهم في الجنه وكلهم اجتهدوا وكانت على حق وبدها صلح، صلح مين يا عمي؟ شكرا لكم اخونا، والله ما كان في صلح. شكرا لكم اخونا محمد، بارك الله بك، رحم الله والديك، شكرا لكم على المداخله الرائعه، بارك الله بك، جزاك الله خير. طيب تفضل اخونا من الجزائر. العفو العفو. الجزائر. السلام عليكم حجاج. عليكم السلام. خليني معك ان شاء الله. من الجزائر تفضل. محمد امين الناصر الجزائري، حجينا حياكم الله مولانا محمد امين، حياكم الله، تفضل. دائما متالقين. سلام للسيد نيت المسؤول للشيخ احمد الامامي. سؤالي العمار من فضله، هل النبي صلى الله عليه واله وسلم حاكم بيننا في ان هذا حق او باطل ام لا؟ نعم عمار يسمعني حجاج، يقول لك نعم. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى الجيوش التي قتلت علي جيش طلحة والزبير بالناكثين، وسمى الخوارج بالمارقين، وسمى جيش معاوية بالقاسطين. يعني هذه الأسماء هل تتلائم مع أناس هم حقيقة يطالبون بالحق؟ أحسنت السؤال. أولا هذا الحديث ضعيف. اجل الباني ضعف. نعم اجل الباني العصر عمار. شنو وجه ضعف اللي حجوات بحكم مهنتي؟ والله اظن انه خريج مستشفى مجانين. طيب نسال الله ان يغفر لهم. شكرا لكم مولانا محمد الامين. امين شكرا. حجوات شخصيه. نعم 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 حجوات، من فضلك في يوم اخر عندي الاخت الكبيره يعني على طريق الاستبصار باذن الله ان شاء الله، يعني كتبت ابيات في حب الامام علي بن ابي طالب، ساقراها في يوم من الايام ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، الله يبشرك بالخير ان شاء الله. جزاك الله خير، شكرا جزيلا مولانا الحبيب، الله يبارك فيك. طيب تفضل سلطان. سلطان لحظه، الاصبغ بالنبات. لحظه عمار، الاصبغ بالنبات.